حلو قوي. يعني طالما اه اتكلمنا بقى على الهجمات المرتده والسرعه والكلام ده، اه معانا بقى جناح مصر الطاير الكابتن ياسر ريان. كابتن طبعا ياسر اهلا بيك، ميدو عامل ايه؟ مبروك على ماتش امبارح الاول. يكرمك وسلام الاستاذ عبد الرعاف، الله يخليك النهارده معاك كابتن، صح؟ استاذ المعادي زكي. اه ازيك يا استاذ معاذ، عامل ايه؟ الله يكرمك كابتن، الله يحفظك، الله يبارك لك. شفت المباراه فين امبارح يا كابتن؟ في البيت انا والكابتن محمد رمضان وسامح السريتي، انت عارف كلنا اهلاويه، قعدنا في البيت اتفرجنا عندي في البيت، طب حلو. عازمهم يعني في البيت عندي، الفنان الجميل سامح السريتي وكابتن محمد رمضان، وقعدنا قعده كويسه، كنت انا عازمهم ان انا حابب يكون يجوا يتفرجوا معايا على الماتش. يعني عملت ايه بقى لما جون التعادل جه؟ مين كان اكتر واحد انفعل امبارح فيكم؟ بص والله لو جينا نتكلم على الماتش بشكل عام، مباراه محترمه، كان ينقصها الجماهير بامانه يعني من الفرقتين، سواء النادي الاهلي او النادي المصري، يعني الاداء كان اداء مشرف. اكيد. واللي ساعدنا اكتر كمان بامانه، يعني احنا طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي وكذا الجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره واللعيبه والعاملين وجمهور مصر كلها يعني بمعنى صح يعني. وبشكر في نفس الوقت بصراحه كان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، كان يعني اه طبعا هم لهم حق يزعلوا اللي فرقته خسر، لكن بامانه كانوا نموذج لحاجه مشرفه لينا، دولت من ابناء النادي الاهلي، فبعتبر ده برضه يعني احنا كان اتنين حسام كانوا بيلعبوا بعض، ناس مثلت النادي الاهلي وناس برضه بتدير الفرق من بره، كابتن حسام البدري من النادي الاهلي وكابتن حسام حسن الفريق المصري، فكانت الاثنين امانه نموذج للمدربين المصريين يعني. تمام، يعني برضو كلام جميل جدا يا كابتن ياسر. قول لي برضو مين اكتر واحد انفعل فيكم انتوا الثلاثه امبارح بهدف التعادل؟ سامح السريتي. انت ما شفتش بقى احنا قاعدين على الماتش، سامح السريتي من النوع اللي هو بيتفايل ويتشايل. معانا واحد صاحبنا كل شويه يقول له اقعد على الكرسي، قوم على الكرسي ده، تعالى اقعد هنا، هو يعني 1-0 لمصر، لدرجه صاحبنا اسمه محمود ده قال بص الكوبايه دي المشكله، فقام نقل الكوبايه محمد محركه عبد الكريم، فجبنا التعادلت لك، واحد صوته عالي جدا قال لك انا هحرك الكوبايه دي تاني. تتكلم بس بجد؟ يبقى انا اشوفه يا جماعه، الاهلي الراجل ده دمه خفيف معانا يعني. فكان بالنسبه لي الموقف كان جميل صراحه على فكره، يعني انا على فكره انا يعني الفترات الاخيره مع النادي الاهلي بنكسب، بس ما بقاش فرحه زي الفرحه دي اللي هي احنا كلنا لمسناها كلاعيبه نادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الموقف كان حلو قوي، اللي انت تبقى خسران قوي واحد والماتش خلاص على وشك انتهى. فكرني انا النهارده الصبح بتفرج على قناه الاهلي، رجع لي الذاكره من مباراه الاهلي والمصري برضه في الكاس 84 الجول اللي جابه الكابتن علاء مايوه في الوقت برضه في الدقيقه 44. انا اتفرج على الماتش النهارده بالصدفه، كانوا جايبين منه ماتش كده الوقت اللي هو المختصر، فكان الماتش بتاع اللي فات ده نفس السيناريو بالظبط، بالظبط اللي انت تبقى خسران في الدقيقه خلاص الماتش هينتهي، واللي انت تتعادل في الوقت اللي هو في الاكسترا تايم، اللي انت تتعادل اللي هو الوقت اللي الكاس بيلف وبيرجع فيه تاني بالظبط. لكن المباراه يعني مباراه جميله، انا كنت مستمتع بالمباراه بامانه، وما فيش وقت للواحد يعني. انا المصري انت لو قلت اللي كمان المباراه المصري وهو مش كويس في اللي هو جاب في الجول ما كانش كويس خالص، النادي الاهلي كان مسيطر سيطره كامله. كنت متوقع المباراه تخلص في الوقت الاصلي يا كابتن ياسر ولا تمتد للاكسترا تايم؟ لا انا قلت لو احنا تعادلنا مع المصري ممكن نوصل لضربات الجزاء، ممكن يبقى فيها كلام، انت عارف ضربات الجزاء ضربه حظ يعني، لكن اللي انت تتعادل. واللي اقول لك على حاجه ثانيه، انا ما كنتش متخيل اللي احمد هو اللي جاب الجول، انا كنت متخيل عمل اللعبه دي قبل ما يقول، انا كنت متخيل عبد الله السعيد صالح جمعه، كلنا ليه؟ كلنا كنا متخيلين يعني كده. هي السنس نفسه اللي احمد فتحي يعملها بالشكل ده، طبعا مش تقليلا في احمد فتحي، احمد فتحي لعيب كبير، بس احمد فتحي احنا متعودين عليه على الحاجات اللي هي فيها قوه بالظبط، فيها سرعه، بالظبط فيها ضرب، بالظبط. لكن اللي هو يعمل بتاع ده بصراحه في توفيق غير طبيعي، اللي أكيد. هو يفكر في اقل من لحظه يعمل الكره بالشكل ده، فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وهو وانسان ملتزم ومحترم جميل. فاحنا الحمد لله انا ببارك للنادي الاهلي وببارك لجمهور النادي الاهلي، في نفس الوقت بقول لفرقه المصري ارض لك انتوا عملتوا ماتش كويس وعملتوا اللي عليكم، وكنت نموذج مشرف انت وانت والجهاز الفني، اللي انت توصل الكونفدراليه واللي انت توصل السوبر مع النادي الاهلي، ده حاجه تحتسب لكم يعني. كابتن ياسر يعني عشان للاسف دخلت لنا متاخر، كان نفسي اطول معاك اكتر من كده واعرف كل يعني احساسك في مباراه الامس، لكن يعني للاسف وقتنا خلص. كابتن ياسر ريان نجم مصر النادي الاهلي، الف الف مبروك عليك وعلى كل الجماهير الاهلاويه. لكن احمد فتحي يا جماعه لازم، يا احمد فتحي اه لعيب قلب الشوط الثاني كله كان لكن عايز هو حاجه، برضه في حته ميسي وفي حته كريستيانو والكلام ده برضه خلي بالكم جامد جدا، وعمل لنا حاجه امبارح يعني مفيش حد يعملها لو ميسي نفسه مش عاملها في لا البيت. عاملها بهدوء وثقه، وانا فرحت له عشان الغلطه بتاع ماتش انا الفيصلي. لازم اروح